إخواننا اليوم طالب العلم ليس لديه أي إشكال. لماذا؟ لأنه توفرت الأسباب الحمد لله، لابتوب، آيباد، سامسونج، آيفون، ضغطة زر يأتي كل شيء، منهج السالكين، الشرح الممتع. والله توفرت لنا اليوم أسباب لطلب العلم والله لم تتوفر للإمام أحمد، والله، لكن ما تجد مثل أحمد رحمه إلا إن شاء الله. لماذا؟ لماذا يا شيخ محمد؟ إخلاص، جد، اجتهاد. أحمد إمام أهل السنة، أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. ماذا يصنع حتى يطلب العلم؟ نام، ما يعرف النوم والكسل. كان يعمل أحمد رحمه الله في التكك، يعني هذا الذي يربط به الإزار، يشتغل فيه حتى يطلب العلم. إذا أراد الرحلة لطلب العلم ماذا يصنع؟ يأتي للقوافل. إمام أهل السنة يعمل حمال عند القاف، يقول أعمل معكم، أحمل الأثقال وأضع وأنزل. ليش؟ حتى يطلب العلم. خرج من العراق قاصدا اليمن، يريد أن يسمع ممن؟ من الصنعاني. الصنعاني أين؟ في اليمن. الصنعاني صنعاء. مر بمكة وهو يطوف، قال له رجل كان معه، قال هذا الصنعاني، كفانا الله السفر اليمن، الحمد لله هذا الصنعاني جاء. قال عزمت ألا أسمع الحديث من الصنعاني إلا باليمن. هم يا رجل، اليوم يأتي المشايخ وتأتي الدروس وتأتي الكتب تأتي كذا. قال والله عزمت ألا أسمع شيء. صحيح. صلى الإمام أحمد بالناس. اسمع يا أخي، اسمع يا طالب العلم، إمام أحمد إمام أهل السنة، حافظ يا رجل في الحفظ، كم من أحاديث يحفظ. صلى بالناس وأخطأ، أخطأ، فعلى ما يصنع بعض الطلاب هدانا الله، قال الذي بجانبه، قال هذا إمام أهل السنة يخطئ في الصلاة، وأنت تعرف بعد الصلاة بعض الناس مجرد ما انتهي الإمام، رأيت؟ فقال له هذا إمام أهل السنة يخطئ، فقال له، قال والله إن أحمد لم يأكل طعام منذ 3 أيام. إخوانا تظن الأئمة يلعبوا؟ ما منعهم شيء، لا فقر، لا قلة كتب، لا تعب في الأسفار ولا غيره، اجتهدوا، ثابروا حتى نقل العلم. يأتي بعد هذا رجل لم يعرف العلم أصلا ولم يتكلم على الأئمة، عجب، الله عجب هذا، فنوا أعمارهم في هذا. لذلك قال أحد العلماء، قال الذي يتكلم في أحمد فهو زنديق. لماذا؟ لأنه أحمد؟ لا، لأن أحمد إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، والذي يطعن في أحمد قد طعن في من؟ في السنة. إيه نعم، كيف من يطعن في الأئمة الأربعة؟ يطعن في شيخ الإسلام، يطعن في كذا، يطعن في كذا، عجب والله أخواني.